الرحيم. في ناس كتير بتسألني عن البلوكينج كويل، هو فين ووظيفته ايه وبيعمل ايه؟ تمام، نجاوب عنه. ادي البريكر اهو اللي حطيت الوش الاولاني، وفي وشين، في وش اللي هو الميتال وفي الوش الاسود ده، تمام؟ ده برضه انا فاهم. دلوقتي البلوكينج كويل ده باختصار وظيفته ان هو بيعمل لوكينج لاي حركه ميكانيكيه للسيركت بريكر، ولا يخلي السبرنجات تتشحن، ولا يخليك تعرف تعمل اون ولا اوف. بيخليك تعمل اوف في حاله واحده بس، لو كان اصلا البريكر على وضع الاون وحصل تريب وفي مشكله في الدي سي، فالبلوكينج كويل دوت بيبقى ليه بنز كده، انا هوريها هفتح دلوقتي واتكلم فيه، بس هقول وظيفته. بيخليك بس تعمل ميكانيكال اوف بس، يستحيل تعرف تعمل ميكانيكال اون طول ما البلوكينج كويل ده معلوش كهرباء. تعال نقول ازاي. ادي كده البريكر مش مشحون، السوسه كده متفرجه، تمام؟ انا بقى بعمل اون واوف، مفيش اون ميكانيكي ولا اوف ميكانيكي. اجي احط المكان العصايه بتاعت الشحن اهي عشان اشحن، هتلاقيه ما بيشحنش معايا. ما اصلا الميكانيكا بتاعت البريكر ايه؟ الميكانيكا بتاعت البريكر واقفه. طيب انا عايز افكها، لو حصل عندي مشكله في السايت والدي سي فصل ومش عارف اعمل ميكانيكا الاون، عندي مشكله. المعلومه دي انا هقولها بس انت ما تعملهاش، بس لازم انت كمهندس تكون عارفها، لازم كمهندس تكون عارفها. ادي افك الوش اهو، فين بقى فين البلوكينج كوين اهو؟ الابيض ده، الابيض ده كده، البلوكينج كوين الابيض ده واصل عليه 110، تمام؟ ده كونتينوس بيشتغل عليه 110 على طول، وفي بنز اهو، ده بنز بيركب عليه، هو عباره عن معدن، المعدن ده بيركب عليه البنز الميكانيكي ده. البنز الميكانيكي دوت بيعمل لوك على كل حركه ميكانيكيه في الايه؟ في السيركت بريكر. لا اعرف اشحن ولا اعرف اعمل اون ولا اعرف اعمل حتى ميكانيكال اوف ولا اي حاجه. طيب ايه وظيفته؟ لما بيجي له ال 110 البنز ده بيطلع لفوق، فيحرر لك الميكانيكا بتاعت المفتاح، يخليك تعرف ايه تشتغل. طيب انا هعملها عملي اهو، انا اهو مش عارف اشحن البريكر، مش جايب معايا شحن، اعمل ايه؟ اروح رافع البنز ده، اعمله كده، ارفعه، ارفع اهو، بقى بيشحن معايا. سامعين صوت الشحن؟ عشان ارفع الايه؟ البنز. شحن اهو، شيل البنز، شحنت انا كده الايه؟ السيركت بريكر، عملت عليه لوك، رفعت، هدوس اوف او اون برضه عشان ما فيهوش، رجع تاني فمش هعرف ادوس اون واوف، لازم ارفعه عشان اعمل اون واوف. ارفعه، ارفع كده، شفت؟ عمل اوف، اشيل بقى الدراع خلاص. دي وظيفه، عمل اون، اسف، عمل اون. دي وظيفه البلوكينج كويل. اظن كده وضحت، يعني طول ما الدراع ده نازل لا هتعرف تعمل اون ولا اوف، لا هتعرف تشحن البريكر حتى مانيوال، مش هتعرف. ده البلوكينج كويل بيكون موجود في 90% من السيركت بريكر اللي بتنزل في، حتى في اي بي بي، في شنايدر، في جينات، ده بيبقى موجود والاستشاريين بيطلبوه، ووجوده مهم جدا. بس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله.